الثورة التحريرية عندما حوت مجاهدين سهلت لهم العبور، الإقامة جمعت لهم الأموال والأسلحة. طيب أستاذ معزوزي، هنالك هذا الذي استفاد معركة الجاهلية عند السلطة، لأن وثيقة سانتيجيدو طالبت بعودة الفيس، لأن لابد أن نعرف أن الفيس ألغي بقرار قضائي. ارقد ارقد ارقد. وهل كان هذا قرار صائب؟ الحاليون بصدورهم فوق الصناديق، لأن الجزائري يقدر النزاهة والشفافية والصدق واحترام الصندوق. قالوا بأن عندما زورت السلطات الفرنسية انتخابات 1948، الحركة الوطنية أعطت الأولوية للكفاح المسلح. إلغاء المسار الانتخابي هو إعطاء شرعنا للمسلح. وفعلا بعد إلغاء الانتخابات دخلت الجزائر في حرب دامية كلفتنا 12,000 مفقود، 200,000 قتيل، 20 مليار خسائر دولار، و 3,000 مؤسسة منهارة، وعشر سنوات من الدم. بمعنى كان بإمكان استكمال الدور الثاني للفيس، والرئيس الشاذلي من صلاحياته كرئيس جمهورية في حالة استشعار أي خطر كان بإمكانه حل البرلمان. وكان عبد الحميد مهري يتعامل مع الفيس على أساس الشعب الذي أعطاه بإمكانه أن ينزع منه هذا الغيظ. سأفتح قوس، أنا الحق أحترمه وأحييه من هذا المنبر. عيد الحاج بالمناسبة أحكي لكم قصة طريفة. يوم زفافي حضر ليشاركني زفافي فمنع من طرف السلطات ولم يؤذن له حتى الوصول إلى مكان الحفل. ثانيا علي بن الحاج انتطعت قانونيا بأنه لم يمضي على ما يسمى بالبنود الشروط العشرة، ولكن يعني نحن إعلاميا غير مخول لنا قانونيا أن يحضر معنا في بلاطوهات أو شهادات، وهو يعفض الجانب القانوني. ولكن إنصافا لشهادته، أنا أحضرت كثير من مقاطعه وكانت في لب العمل حتى لا نقصي أي طرف، ولا بد أن نحضر كل وجهات النظر، الرأي والرأي المخالف. وكان بإمكاني إحضار يعني من الصف الثاني يعني السيد مخمخم أو السيد كمال الجمازي، ولكن موضوع الفيس ربما أعطيته في الفيلم حيز، ولكن لم يكن حيز ربما كافيا شافيا. ربما موضوع الفيس والأفلان يستحق هو فعلا وحده عملا مستقلا. طيب ربما ستقوم مستقبلا بتصوير وثائقي حول هذين الحزبين. نتمنى. الأيام ستكون خير للعيد ذلك. على كل، نحن قربنا على نهاية تسجيل الحلقة. على وجال أستاذ معزوزي، في رأيك، وأنت أكيد أنك لم تنشر كل ما جمعته عن عبد الحميد مهري، ولكن أشكال الإهانة التي تعرض لها هذا الحكيم، متى كان أوجهها؟ وكيف كان الشكل الإهانة؟ ظلم ظلم كبير جدا. جرد من جواز سفري وهو وزير في أول حكومة مؤقتة وعضو وزير للإعلام، يعني يحرم حتى من حقوقه الطبيعية وبشماتة وبكيد، يعني وليس حتى بموضوعية. اثنين، يعني رجل يضطر لتأجير بيته، انظر حنا النزاع، إلى تأجير بيته من أجل مردودية مالية حتى يتكفل بزوجته التي كانت تعاني من مرض خبيث حتى يستكمل علاجها في الخارج. عبد الحميد مهري لم يشتكي ولم يشتكي حتى المقربين، ولم يستعمل أي وساطة في الموضوع، ولكنه حاول الحصول على تسبيب زوجته النوع، لأن أعتقد أنهم الذين تعاملوا معه من الأول بالتجاهل أو بإقصاء أو بتهميش أو بظلم. طيب أستاذ معزوزي، وصلنا إلى فقرة